كي نذكر الأعمال شورب ممالك النار الإمام بوليس حالة عادية لكابر الرئيس زيزو أمبيلونس وعمر معناتها اليوم فرحان بالخدم الكل بالتواجد الكل ولا فما حاجات اللي ماكش فرحان بهم؟ لا جسوم يعني إذا خدمت خدمة يعني ما نرجعش بعد نقول ما كرنيش ولا حد. إذا خدمت خدمت يعني إذا اخترت مشروع ولا كلموني على 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 بروجي يعني معناتها إذا قلت اوكي يعني نمشي وبعد ما خدمت اسكو معناتها ساتيسفي بكل شيء سيرتينمون معناتها قالوا الاخر اون بو توجور فير ميو مي هكاك واحد يتقدم هكاك يعني لازم تجارب باش واحد لو, لو 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 تعودهم الكل عندك الفرصه انك باش تعاود تعودهم الكل ولا فما حاجات ما تعملهمش ممكن فما حاجات ما نعملهمش لاسباب مش فنيه مش اسباب فنيه يعني لي كونديسيون ولا لو نون ريسبي دو كونطرا ولا كيما شنو كيما شنو كيما شرب اثنين لو تتاح الفرصه انك ما تعاودوش ما اذا كان توا باش يقترحوا عليك شرب اثنين ما تمشيش فيه ما تخدموش سا ديبون شكون الانتاج وشكون ما عادش خاطر ما خلصتش ما عادش ندخل اي ما خلصوش مثلا سامع بهم شاكين بعبد على خاطر ما عطاهمش فلوس وهما مش عاطين فلوس نجم تلقى ارونجمون اتصلت قلت شي مره انا ماني في كندا دونك نجم يسال عليك تليفون وكي تقابله يقول لك سامحني وهاو بعد فما شيء انت تمشي منه فات لك ما نحبش يعني ندخل في نشكي ولا حكايه خاطر مش نجم تلقى يعني نجم تلقى ارونجمون تاعك البروبليم مثلا مع الشخص اللي تحكي عليه تقريبا تحل نورمالمون معناتها باش ينحيوا الشكوى ويخرج على روحه اي ما يجيش زاد فما شكون خدم معنا في شورب اثنين توفى وما خلصش يعني شنو هي الحكايه فهمت يعني ما تجيش ومش مثلا كان جا مشروع ماهوش ناجح نقولوا اما ما يهمنيش انا تو مثلا عليك باش تربح اكثر باش تعطيني اكثر وعندي كونترات وتو ريسبكت لو كونترا وكاو انا ما نيش طالب حاجه فوق الوحده اعطيني اللي مصحين عليه وكاو واضح ان شاء الله ان توكا يتحل الاشكال هذايا مع الجهه المنجه به مع ولا ضد وجود الـ الـ الـ